On va voir maintenant les nombres, les chiffres. Écoutez et répétez, نستمر ونردد من 1 jusqu'à 10. والأرقام دي بنسميها les chiffres أو les nombres arabes. دول الأرقام العربية. On va écouter, هنسمع. Écoutez et répétez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comptez de 1 à 10. يعني عد من 1 ل 10. Comptez de 1 jusqu'à 10. هو verbe compter. هنتكلم عن l'ordre. L'ordre هو الترتيب. الأول أو الثاني أو الثالث. مش هقول 1 2 3. الأول أو الأولى. Premier للمسكولين و premier للفيمينا. ده اللي هو 1 رقم 1. 2 هتدينا يا إما. Deuxième يعني الثاني. زودنا ايه على الاو؟ زودنا ايام وبننطقها دوزيام. دوزيام دي للماسكولين والفيمينا. زي ما بيقولوا عربي الثاني الثانيه. الثاني الثانيه. طيب في عندنا سيكون وبننطقها السي هنا بننطقها جا. سيكون سيكون سيكوند. زي السكند بالانجلش. سيكون سيكوند. الثاني الثانية ماسكولين فيمينا من أول 3 بنزود الإيام ده بس ثوازيام 4 كاتريام الرابع 5 سانكيام 6 سيزيام 7 سيتيام 8 ويتيام 9 الأف بيتحول لـ V ما بنقولش 9يام لا بنقول 9يام 9يام و 10 10يام اي رقم بعد 10 نزود ايام وخلاص زي التي اش بتاع الانجليش سي كلير سي كلير الارقام دي الاربعه دول 5 6 8 10 لما بقول 5 اخر صوت بسمعه في كلمه 5 هي صوت الكا مش هقول 5 اخر صوت بسمعه في 6 هي بتتكتب بالاكس بس انا كصوت اخر صوت بسمعه في 6 هو الاس ويت ويت اخر صوت بسمعه هو التي والديس هو اخر صوت بسمعه هو الاس لو عندي بعد دول كونسون كلمه كونسون كلمه بتبتدي بكونسون ما بننطقش اخر اصوات يعني انا عندي 6 كتب كلمه بتبتدي بكونسون مش هقول 6 ليفر لا هقول 6 ليفر الصوت الاخير ما بنطقوش ويت ويت وعندنا كلمة بيرو بيرو اللي هي كاتب 8 مكاتب مش هنطق التي بتاع الويت مش هقول ويت بيرو هقول وي بيرو لكن لو عندي بقى فويل بعمل الليزون اللي احنا قلناها ان احنا بنلزق الكلمتين في بعض فاقول ويتيكول ويتيكول ويتر الساعة 8 لكن هنا شوميني كلمة بتبتدي بالسي اش وي شوميني شوميني اللي هو المدخنة دي اوكي طب لو انا عندي اليورو يورو اللي هو اليورو اوكي عملة اليورو طبعا ده دي فويل فهعمل الليزون احنا قلنا الاكس بيتعامل معاملة الاس الاس ما بين دي فويل بيتنطق ايه الاس اونتر دو فويل حد يقول لي زد زد تريبيان فهقول 10 يورو 10 يورو مش هقول 10 يورو لا 10 يورو سي كلير سي كلير très bien من 11 لحد 60 11 11 مكتوبين 11 12 13 14 15 16 17 18 19 من اول بقى 20 لحد 60 الموضوع سهل جدا كل انا المفروض اعرفه اعرف اللي هم الديزان او العشرات دي يعني 20 30 40 بقولها ازاي وبعدين 21 22 بقولها من 1 ل 9 زي ما احنا عارفين الارقام اصلا فهنوصل ل 19 وبعدين نقول 20 20 تمام ال 20 دي هنا هنقول 21 ما
بنحط ايه هنا ما بين ال 20 وال كاني بقول 20 و 1 اوكي 20 بس بنعمل ليزون بنقول 21 21 من اول 22 ما بنحطش الاي دي الاي دي ما بنحطهاش من اول 22 اول 22 23 29 لحد 30 بعمل نفس الموضوع بحط ايه مع الواحد بس كاني بقول 30 و 1 31 وبعدين هقول 32 33 لحد 39 39 هاجي هنا 40 برضو 41 ومن اول 42 لحد 49 ما عنديش الاي ده 50 51 52 53 لحد 59 وبعد كده بقول 60 سي كلير سي كلير من اول 20 لحد 60 عندنا الاي مع الواحد بس اللي هو بنقول 21 بعدين نقول 22 23 وبعدين 31 يعني الاي ده موجود اوكي لحد 60 اوكي مع الان بس ابتداء من هنا 70 اللي هو 70 اوكي عندنا الاي برضو امتى ما بيبقاش الاي موجود ما مش موجود مع 80 و 90 دي بنقول عليها 70 كاني بقول 60 10 دكاك 71 ما دام قلت 10 يبقى اكمل بقى يبقى 11 12 لحد 19 اوكي يعني 74 75 76 77 78 79 وبعدين اقول 80 اللي هي 80 اوكي 80 كاني بقول 24 اوكي 4 في 20 ب 80 اوكي اوكي بعدين بقول 81 ما فيش بقى الاي 81 82 80 لحد 89 وبعدين هيبقى عندي 90 كاني بقول 24 10 اوكي بعدين ما دام قلت 10 يبقى في 11 و 12 و 13 لحد 19 وبعد كده بنوصل ل 100 دكاك معلومه نبقى عارفينها حتى لو مش هنستعملها لي بي كي بارل فرونسي اون اوروب لا بلجيك ولا سويس بلجيكا وسويسرا وكندا طبعا اون امريك دو نور في امريكا الشماليه فان بلجيك لا ريجيون كي بارل فرونسي اسمها لا والوني المنطقه اللي بتتكلم فرونسي في بلجيكا اسمها لا والوني لا سويس لا ريجيون كي بارل فرونسي اسمها لا سويس روموند لا سويس روموند au Canada la région qui parle français s'appelle Québec le Québec d'accord طيب ليه بتكلم على لي 3 pays دول اللي علاقتهم بالارقام لي 3 pays دول ما بيقولوش بقى 70 و 80 و 90 زي لي فرونسي لا عندهم تسميات ثانيه نبقى عارفينها عشان لو سمعناها في اي فيديو او فيلم او اي حاجه هما بيقولوا على 70 70 وبعد كده 71 72 لحد 79 بيقولوا على 80 بيقولوا عليها 80 او 80 يا دي يا دي 81 82 83 81 82 83 لحد 89 يا دي يا دي اوكي وفي 90 ما بيقولوش 90 بيقولوا 90 91 92 لحد 100 سي كلير سي كلير أول 100 سهل جدا إحنا 100 اللي هي 100 ميل اللي هي 1000 لما يكون عندي 200 مثلا شايف الكتابة بتاخد أس آه وي زي ما عندي هما حاجتين بس بياخدوا أس في البلوريال هي 20 في ال 80 بس ال 20 بتاخد أس هنا لأني كأني بقول أربع مرات 20 بس من أول 81 ما فيش الأس ده اوكي فال20 مع 80 بس هي اللي بتاخد اس وحتى هنا ما بتاخدش في 90 ما فيش خالص الموضوع ده يبقى الاس مع ال80 الاس كمان بيجي مع السنتين بقى هما المئات يعني لما يكون عندي 200 300 300 100 كده تاخد اس في الكتابه لكن لو كتبت 350 مثلا خلاص لما بقى المئات مش قدامها 20 الصمه ما بتاخدش اس هنا ديزولين مفيش اس هنا هنا كده مفيش اس الاس ده مش موجود الاس لما بيبقى قدام المئات لما تبقى 200 او 300 او 400 لحد 900
لو لو ال... اللي هي مش جنبها اللي هي مش 200 وي تبقى بالظبط مش 200 وي او مش 300 وي او مش 400 وي بالظبط دي بس رمارك بالنسبه للاورتوغراف بارابور الاورتوغراف للكتاب. اقرا الارقام بالعربي بنقراهم من الشمال يعني مثلا هقرا الرقم ده بالعربي هقول 3500 يعني بقرا الالاف الاول وبعدين المئات وبعدين اجي عند المئات وبنط الثمانيه واقول 40 اون فرونسي اسهل. لا مش بعمل كده انا بقرا رقم رقم من الشمال لليمين زي اتجاه الكتابه هقول 3548 اوكي الموضوع سهل جدا. هنا مثلا هقول 233588 نفس الموضوع لو هقول مثلا 1979 طريقه القراءه اسهل كمان من العربي ان انا بمشي خطوه خطوه من الشمال لليمين من الالاف للمئات للعشرات سنتين او ميليه سنتين ديزان لو في دي مليون نفس الموضوع سي كلير سي كلير